تعارف فتبادل رسائل، فاختراق هاتف وسرقة بيانات. هذا ما تعرض له جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون على يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفق وسائل إعلام دولية. وفي هذا الفيديو عبر أخبار العالم سنكشف التفاصيل المذهلة لما جرى وما سيجري لاحقاً. البدايه من اعلان مسؤولان امميان ان لديهما معلومات تشير الى احتمال ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف مؤسس موقع امازون ومالك صحيفه واشنطن بوست جيف بيزوس وطالب بتحقيق فوري، لكن الرياض سارعت للنفي، في حين ذكر الإعلام الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الموضوع. متى بدأت الحكاية؟ ولماذا قام ابن سلمان بهذه الفعلة؟ بداية الحكاية عندما تبادل ابن سلمان وبيزوس أرقام هواتفهما قبل شهر من قرصنة هاتف الأخير كما حدثت القرصنة في الشهر ذاته التي اخترقت فيه هواتف اثنين من المقربين لخاشقجي وأوضح البيان الأممي أن البرنامج الذي استخدمه محمد بن سلمان في قرصنة هاتف بيزوس هو برنامج بيجاسوس للتجسس الإلكتروني الإسرائيلي واعتبر المسؤولان الامميان ان توقيت قرصنه هاتف بيزوس يدعم اجراء تحقيق عن مزاعم بان ابن سلمان امر او حرض على قتل خاشقجي وان الادعاء المتعلق باختراق الهاتف يتفق مع الدور البارز لمحمد بن سلمان في قياده حمله ضد معارضيه واضاف البيان ان تلك الاتهامات تتطلب تحقيقا فوريا من الولايات المتحده وغيرها من السلطات المعنيه أسئلة خطيرة ومهمة، كيف تم اختراق هاتف بيزوس؟ وكيف بدأ الخلاف مع محمد بن سلمان؟ وما هي قصة تورط بن سلمان شخصياً باختراق هاتف صاحب أمازون؟ وهل أمر ولي عهد السعودية بقرصنة هاتف رئيس أمازون جيف بيزوس؟ تاريخ العلاقة بداية لا بد من الإشارة إلى الجدول الزمني للنزاع بين بيزوس والسعودية بحسب ما نشرت وسائل إعلام عالمية، حيث بدأ الخلاف على خلفية عمل الراحل جمال خاشقجي مع صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس في سبتمبر عام 2017. في أبريل عام 2018 حضر بيزوس حفل عشاء مع ولي العهد وتبادل الأرقام. وبعدها وتحديدا في مايو 2018 تلقى بيزوس ملف فيديو ام بي 4 مشفرا تم ارساله من حساب واتساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبعدها بدات كميات هائله من البيانات بالتسرب من هاتف بيزوس وفي اكتوبر عام 2018 قُتِل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وبحسب وسائل الإعلام فبين نوفمبر 2018 وفبراير 2019 تلقى بيزوس رسائل واتساب من بن سلمان قال بيزوس إنها تحتوي على معلومات خاصة وسرية عن حياته الشخصية، والخبر الصادم لابن سلمان أن تحليل محتوى هاتف بيزوس اتهم الأمير السعودي أساسا باستخدام البرامج الضارة التي أنشأتها شركة خاصة للأمن السيبراني للتجسس على بيزوس وتخويفه. تبقى العديد من الألغاز التقنية حول تسلل هاتف بيزوس بما في ذلك نوع البرامج الضارة التي تم استخدامها. ولم يظهر بعد ما إذا كان السيد بيزوس قد فتح الملف الذي تم إرساله إليه عبر حساب واتساب، وقال خبراء الأمن إن بعض البرامج الضارة لا تتطلب من أي شخص أن نقرأ على الملف ليتم تثبيته على الهاتف. من جهة أخرى، قال مدير مكتب موقع إنترسبست الأمريكي في واشنطن أن ابن سلمان لديه الاستعداد للقيام بعمليات الاختراق لقادة أو رجال أعمال. متسائلا عما اذا كان ولي العهد السعودي استهدف شخصيات امريكيه مثل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الامريكي واخرين واضاف كثير من القادة تم اختراقهم والتجسس عليهم في الماضي، ولكن في العادة لا يتم الاختراق على هذا المستوى، ربما على المستوى الاستخباراتي، لكن أن نرى زعيمًا أو قائدًا يستخدم هذا التكتيك، فهذا خط أحمر لم يتم اجتيازه قبل محمد بن سلمان. من جهة أخرى قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه سيبعث برسالة إلى مدير الاستخبارات القومية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيق فيما إذا سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو مسؤولون سعوديون للوصول إلى هاتف جيف بيزوس أو هواتف أمريكيين آخرين بشكل غير مشروع وأشار ميرفي إلى أنه بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب يستخدم تطبيق واتس أب للتواصل مع محمد بن سلمان فإن لديه قلق شديد من مكامن الضعف المتعلقة بالأمن القومي التي تمثلها هذه العلاقة وأضاف انه عندما لا يرى من وصفهم بالطغاه اي تبعات لمثل هذه الافعال فان ذلك يعد بمثابه ضوء اخضر لاستهداف اي شخص اخر يرون انه يمثل تهديدا بمن في ذلك الامريكيون على حد تعبيره كما نشرت النائبه الديمقراطيه الهان عمر تغريده تطالب فيها الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن تدليل من وصفتهم بالانظمه الاستبداديه الوحشيه مثل السعوديه وقالت ان المملكه العربيه السعوديه تقتل الاطفال في اليمن وتغتال صحفييها والان تقرصن هواتف الامريكيين من جهتها ذكرت صحيفه وول ستريت جورنال ان مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي يقولون انهم كانوا على علم بخطه لاختراق هاتف بيزوس وأشار المسؤولون إلى أن سعود القحطاني شارك في جهود القرصنة كجزء من حملة تخويف أوسع ضد خشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست المملوكة لبيزوس كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق هاتف بيزوس عبر شركة خاصة من جهته قال وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان ال سعود لوكاله رويترز اعتقد ان كلمه منافيه للعقل هي الوصف الدقيق مضيفا ان فكره ان يخترق ولي العهد هاتفاء جيف فيزوس فكره سخيفه بالتاكيد وذكر الوزير ان المملكه ستحقق في الامر اذا جرى تقديم ادله تدعم تلك الاتهامات كما نفت السفاره السعوديه بواشنطن تقارير عن مسؤوليه ولي العهد عن الاختراق وطالبت في تغريده على حسابها على تويتر باجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى تتجلى الحقائق ولكن ما هي الاهداف محللون يعتقدون ان بيزوس ربما كان مستهدفا بسبب امتلاكه واشنطن بوست وتغطيتها للسعوديه ومقالات خاشقجي المنتقده لولي العهد وحملته القمعيه ضد النشطاء والمفكرين التي اصبحت مزعجه لدى ابن سلمان ودائرته الداخليه. وإذا كان بيزوس قد استهدف من قبل ولي العهد، فإن هذا الأمر يعكس البيئة القائمة على الشخصية التي يعمل فيها محمد بن سلمان. قالت الصحيفة إن خبراء أمن رقمي تولوا التحقيق الذي توصل لهذه النتائج. والسؤال المهم كيف ستؤثر هذه الأزمة الجديدة لابن سلمان على سمعة المملكة العربية السعودية في العالم وعلى الاستثمارات فيها؟ وما الذي يريده محمد بن سلمان وهو يلعب في ملعب أكبر منه؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات في الت...